سؤال لطيف. إحدى الأخوات تحب أكل الثلج هنا والشفاء، ووالدها خوفا عليها ينهاها عن أكله، ومع استمرارها في أكل الثلج دون أن يرى والدها، فقال لها والدها: الله شهيد عليك ألا تأكل الثلج مرة أخرى. فهل أكلها الثلج بعد قول والدها ذلك القول حرام عليها؟ نقول لها: يا أمة الله، إن طاعة الوالدين من طاعة الله، وإن برهما من الفرائض، وإن عقوقهما من الكبائر، وهذا يشمل الطاعات ويشمل المباحات. حتى المباح إذا طلب منك الوالد أمرا مباحا، أن تشتري له حاجة أو أن تقضي له أمرا وأنت قادر على ذلك ولا تتضرر به، فإن ذلك يجب عليك. قال لك: اعمل لي كوباية شاي. شرب الشاي ليس واجبا، لكنه شيء يحبه تطيب نفسه به، ما دمت لا تتضرر من هذا فيجب عليك أن تبادر إلى صنع هذا الشاي أو القهوة أو إحضر ماء أو ماء للشرب، ماء للوضوء أو نحو ذلك. ما دمت قادرا على ذلك تجب عليك طاعتهما فيه. ما دام لله طاعة ليس فيه معصية وليست عليك فيه مضرة، فيما كان لله طاعة وليس على الولد المأمور به مضرة، لا ضرر ولا ضرار، إنما الطاعة في المعروف. فيا أمة الله، أنا أظن أن أكل الثلج على هذا النحو وأن استمرار أكله فيه مضرة لك، فأمر والدك لك يتأكد من جهتين: من جهة مصلحتك ودفع الضرر عنك، ومن جهة أن طاعته بر وأن عقوقه كبيرة. أسأل الله جل وعلا أن يعينك على نفسك وأن تتركي أكل الثلج احتسابا طاعة لله جل وعلا، وبرا بوالدك، وإبقاء على نفسك وعلى صحتك وعافيتك. بارك الله فيك.